السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحبابي بالله، موضوع هذه الحلقة عن رؤية تبين مواجهة الشعب الجزائري للباطل ونفاذ صبره من الظلم، وأنهم يعني شعب الجزائر جند من جنود الله. الرؤية كالآتية: قال السلام عليكم، من الجزائر حلمت زوجتي حياة بإخواني مصفدين بالسلاسل في صدورهم العالية، ويسحبهم جنود إلى الخلف، وهي تنظر إليهم من بعيد وتقول في داخلها: هؤلاء جند الله. وفزعت من المنظر، الرجاء الجواب، شكرا. إخوانها مصفدين، واسمها حياة، يعني الرأي حياة، يعني بدل على حياة الظلم اللي موجودة، لأنهم مصفدين بالسلاسل في صدورهم، يعني الشعب الجزائري مظلوم ونفذ صبره من الظلم، وإنه رايح يوقف الباطل ويروحوا ويكونوا بإذن الله هذول جند من جنود الله. والفزع من المنظر يعني أمان، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.